بحيرة المسك، هذه المرة في جنوب جدة. يبدو أن مسلسل بحيرات الصرف لم يسدل ستاره في محافظة جدة، وما زال العرض مستمرا في أكثر من موقع وعلى عدة أشكال، ولن ينتهي هذا المسلسل بمقتل البطلة بحيرة المسك وتجفيفها كما هو مفترض في سيناريو أي مسلسل أجنبي محبوك. إنما أتى مسلسل بحيرات الصرف مطابق للمسلسلات الهندية والعربية، حيث من المستحيل مقتل البطلة، وحتى إن قتلوها في الحلقة الأخيرة تعود للحياة في الجزء الثاني. يتساءل المتابع لهذا المسلسل كيف حصل ذلك، ولا يجد إجابة أكثر من المخرج عاوز كذا. وعلى ما يبدو أن سائقي شاحنات الصرف يقومون بدور المخرج لمسلسل البحيرات، وهم يرفضون أن ينتهي هذا المسلسل في محافظة جدة لأنهم يريدونه أن يستمر إلى ما لا نهاية. يقول المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني أي تخلص من مياه ملوثة أو نفايات أو مخلفات في غير المراكز المخصصة لمعالجتها هو عمل غير قانوني ويجرمه نظام حماية البيئة في المملكة، وإن ثبت قيام سائقي وايتات الصرف الصحي بتفريغ الحمولة في أي موقع غير مراكز المعالجة يطبق على المخالفين عقوبات تردعهم وتوقف هذه المخالفات الخطيرة، وذلك وفقا للوائح والأنظمة التي يعمل بمقتضاها نظام حماية البيئة في المملكة. مدير عام مشاريع المياه والأودية والسيول بأمانة جدة المهندس محمد قطان قال: إن صح وجود بحيرة الصرف عليكم سؤال الجهة المختصة بأمرها، وهي الشركة الوطنية للمياه بجدة، وهي من عليها معالجة هذه المشكلة إن ثبتت، ونحن نعمل على مشاريع مجاري السيول وليس لنا علاقة بمجاري الصرف الصحي. وأوضح الناطق الإعلامي المكلف لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق أن أي ملاحظة ترصدها الدوريات الأمنية في مربعها تقوم بضبطها والتعامل معها، وفي مثل حالات وايتات الصرف الصحي وتفريغهم في الأماكن الغير مخصصة تقوم الدوريات الأمنية بإيقاف السائق واستدعاء مندوب الجهة التي يتبع لها. كنتم تشاهدون التقارير المرئية من جريدة المدينة، قدمها لكم أيمن خضر.